فنيا على اللقاء معانا كابتن احمد كشري. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا كالعاده. اهلا اهلا محمد، اهلا بيك، شرفت بيك. النهارده اللقاء هنشوف فيه مفروض كوره عاليه جدا، اللقاء على الورق كحسابات حساباته بعيده، لقاء تحصيل حاصل، ولكن دائما وابدا لقاءات الاهلي وبيراميدز بيكون فيها نديه عاليه جدا، بيكون فيها كوره عاليه جدا. توقعاتك النهارده للقاء، وهيكون مين يقدر يتقدم في البدايه ويقدر يسيطر على مجريات الامور؟ طبعا مباراه الاهلي وبيراميدز معروفه ان هي مباراه تبقى قويه جدا لما يمتلكوا الفريقين من لعيبه متميزين، وخاصة ان يعني المنافسة يعني النادي الاهلي اول الدوري وبيراميدز الثاني، صحيح. وبيراميدز يعني الاهلي بقى عقده البيراميدز في الكورة، يعني كل يعني الاهلي نتائجه اعلى في الفترة الاخيرة، فطبعا في طموح عند لعيبة بيراميدز ان هي عايزة برضه تكسب، كذلك لعيبة النادي الاهلي بتعمل مباراة كويسة دي لان مش في بس عقدة كلقاءات، النادي الاهلي فاز في اخر ثلاث لا في الموسم ده 3 مرات ببطولتين، اخذ الكاس والسوبر من بيراميدز. مش قصدي عقده برضه يعني، لا لا كرويا ككرة مش كرويا طبعا طبعا يعني، فبالتالي مباراه كده هتبقى كويسه يعني. مباراه الاهلي والزمالك كان منتهي الدوري وخلاص حسم البطوله، ومع ذلك كانت مباراه كويسه من جانبين واداء كان كويس، فمتوقع ان احنا نشوف مباراه جيده من الفريقين. ممكن النادي الاهلي الاهدى اكتر طبعا، خد البطوله ومريح بعض اللعيبه، لكن برضه في دوافع تانية عند اللعيبه اللي هي عايزه تقول انا موجوده وعايزه تفنش الموسم بشكل كويس، واللي عايز يزود حصيله اهدافه زي محمد شريف زي حسين الشحات، فبالتالي لا مباراه هتبقى مباراه كويسه وان شاء الله نستمتع بيها، وفريق بيراميدز فريق محترم وعنده يملك لعيبه متميزين جدا بالذات على مستوى خط الوسط والهجوم، بالتالي هتبقى مباراة سريعة، مباراة غالبا نشهد فيها أهداف من الجانبين، لأن المباراة هتبقى مفتوحة وأهدى من المباراة اللي قبل كده اللي كانت بتلعب على بطولة أو بتلعب في خلال الدوري. طب في سؤال مهم جدا بيدور في أذهان كل المشاهدين، هل مارسيل كولر هيريح بعض اللعيبة الأساسيين ويبدأ يعمل روتيشن في آخر لقاءين في الدوري، ولا هيبدأ بالقوة الضاربة للنادي الأهلي وعايز يحافظ على الدوري بلا هزيمة حتى النهاية؟ لا هو طبعا زي ما انت شايف وقلت في البدايه كولر مريح لعيبه مؤثرين ولاعيبه مهمين، كهربا وبرستاو ومحمد هاني، يعني حسابات كولر ان هو ازاي يريح اللعيبه للموسم الجديد، لان يعني انا شايف ان مش مباراه اهم من الموسم الجاي كله، لا يعني، فبالتالي بيريح بعض اللعيبه وهيدخل بعض اللعيبه في الصوم وسط اللعيبه اللي هي بتشارك الاساسيين، دي اهم نقطه ليه كمدرب، لانه عايز يحافظ على لعيبته، عايز يبدا برضه الموسم الجديد وهو اللعيبه بتاعته داخله مرتاح، لان لعيبه الاهلي لعبوا كتير جدا، اكتر فريق يعني لعب مباراه يعني لعب افريقيا لحد ما خد افريقيا البطوله وكاس العالم ودوري وسوبر العالم وكاس مصر سوبر ونسختين كاس مصر كمان كتير محمد كتير، يعني الصراحه كان الله في عون اللعيبه، فبالتالي لازم يريح لعيبه ولعيبه يكون اساسيين ولعيبه مؤثرين عشان يلاقيهم بعد كده ويلاقي فرقه، فلو دخل عناصر في وسط الفريق حتى عناصر جديده وعملها طبعا الماتشات اللي فاتت دي حاجه، هو ده الصح يعني، والراجل الامانه عامل موسم رائع طبعا. النادي الاهلي والاداء كويس وفي استقرار على المستوى الفني متهيألي كولر من أفضل صفقات النادي الأهلي في